وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. زوج الصالح، أعطي البنت الصالح سواء كان عبدا، والأمة ولو كانت أمة وكانت صالحة تزوج بها. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الأغنياء أكثر من كانوا أصلا فقراء. فيهن مزايا أخلاقية دينية علمية عقلية. شوف الثروة التي ثابتة في الإنسان، المال يذهب ويبقى، يروح ويجيء. أما إذا في عقل، في خلق، في شخصية، في دين حقيقي، ما الدين أنه يصلي بس، لا، كم من مصل وليس بمصلي. فكم من مصل 50 سنة ولم يشم للصلاة رائحة. إن يكون فقراء يعني من المال، لكن قد يكون غني بالإيمان، قد يكون غني بالعقل، بالأخلاق، بالاستقامة، بالهمة. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. واسع يعني واسع الملك، واسع الغنى، واسع العطاء. كم من فقيرين الله أغناهم، وكم من غنيين الله سلبهم ثروتهم. وعليم بمن يستحق المعونة، بمن يستحق التأييد، بمن يستحق العناية والرعاية. وإذا ما وجد أسباب ووسائل الزواج وهو بحاجة إليه، قال ليستعفف، يكون عفيف، يكون صبور، يغض البصر، لا يتعرض للأمور التي تثير عليه التعب في الأمور الزوجية، لا في القصاص ولا في الصور ولا في الاختلاط ولا. وفوق ذلك النبي يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. اللي عنده الإمكانات، هاي الباءة، مهر وبيت وكذا، بسم الله. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ومن لم يستطع، ما في بيت، ما في مال، ما في كذا، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. يعني بعينه على العفة، هذا المقصود. فإنه له وجاء.